بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة قررت أجيب فرد روز. زي ما انتم شايفين يا جماعة، ده فرد روز ألبينو، وده فرد حبشي بخد. تمام، قررت أدربهم الاتنين وأشوف مين فيهم أذكى ومين فيهم هيتعلم بسرعة. مع العلم الاتنين من سن بعض بالظبط، انا مش شاريهم، دول طالعين عندي الحمد لله. ده طالع عندي وده طالع عندي، الاتنين بالظبط بالظبط تقريبا. البيت بتاعهم مفقوس 15/9 اللي فات. يعني عندهم شهرين وخمسة ايام بالظبط، النهاردة 20/11. تمام، فقررت ان انا ادربهم الاتنين واشوف مين فيهم ذكاء اعلى. واول خطوات في التدريب يا جماعة، عشان نبقوا فاهمين والناس كلها فاهمة، اول خطوة في التدريب ايه هي يا جماعة؟ اللي انت تحط الفرد في قفص لوحده وتعزله عن بقية العصافير تماما. زي ما احنا قلنا قبل كده، لازم تعزله عن بقية العصافير تماما، يبقى بعيد لوحده ملوش دعوة بأي عصافير، وما تحطلوش أي أكل. هو كل اللي هتحطوله هتحطوله زي ما انت شايف كده، مسقة المية، وهنا مسقة المية بس علشان يشرب. هتقعده يوم أو تقريبا هو سواد الليل، وتيجي تاني يوم. يعني احنا بالليل دلوقتي يا جماعة، زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا فوق بالليل، حاجة الصبح ان شاء الله، وعلى ان شاء الله لما نصحى من النوم زي ما ترسى بقى الظهر الصبح زي ما ترسى. هبدأ اتعامل معاهم اشوف مين فيهم اذكى ومين فيهم هيستجيب. اول حاجة في الاستجابة، اللي انت بتجيب اكل وتحطه زي ما انت شايف الاكل اهو، وتبدأ ايه من على باب القفص، تبدأ تلاغي الاتنين. بس هو مش ده مش موضوعنا يا جماعة، موضوعنا كلها النهاردة. خليكم فاكرين النهاردة 20/11 ان شاء الله. بدأت اجيب فردين، يعني زي ما انتم شايفين الكوكتيل مش قادر، عمال يخبط ويعمل مش عايز يعمل. والروز انتوا عارفين، زي ما انتم شايفين واخدين بالكم، الروز عنده ذكاء اللي هو يبدأ يفهم المكان، ما يتحركش، يعني لازم يفهم المكان كويس جدا، مفضلش يخبط ويعمل، لازم يفهم يحفظ المكان. الكوكتيل زي ما انتم شايفين هيفضل طالع نازل طالع نازل طالع نازل. وان شاء الله ان شاء الله ده تحدي، وان شاء الله خليكم فاكرين يا جماعه. واللي عايز يسيب لي اي تعليق او اي كومنت يكتب التعليق بتاعه، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وان شاء الله تعلقوا لي كده عشان اعرف التعليقات بتاعت حضراتكم، والموضوع ده ايجابي ولا سلبي، وعشان ان شاء الله ان شاء الله هضم العصفورين في قفص واحد واشوف اللي محدش قدر يجربه. عشان كل الناس بتقول الكوكتيل والروز لما يتحطوا مع بعض الروز بياكل رجل الكوكتيل وبيحصل حاجات زي كده، فانا هدربهم ان شاء الله دول عندي في الشقة وهجرب عليهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.